كابتن رضا، نروح لمجموعة القاهرة. مجموعة القاهرة كابتن شوبير، كان في تراجع غريب طبعا لفريق بورتو بعد هزيمتين من السكة الحديد ومن الترسانة 4-1. نعم. بعد سلسلة من الانتصارات لحد الأسبوع 11. كمان كان في تصدر لفريق الداخلية بقيادة كابتن هشام زكريا، اللي حقق الصعود طبعا مع الجونة ومع وادي دجلة، وكمان بيأدي أداء جيد جدا. نعم. مع فريق الداخلية كان في هزيمة غريبة جدا للترسانة أمام فريق النجوم. لو شاهدنا هذه المباراة هنشوف كمية فرص غريبة لفريق نادي الترسانة، وكان في تألق محمد جمال طبعا حارس مرمى فريق النجوم. النجوم فاز 2-1 بهدفين، هدف من ركله جزاء لاحمد ايمن، وهدف من تسديده من 30 يارده لاحمد ايمن اللاعب اللي كان معار كابتن شوبير لفريق نادي اسوان. في بدايه كويسه للعجوز برضو، نديله حقه. طبعا بالفعل كانت ثاني مباراه لكابتن احمد العجوز مع فريق نادي النجوم. كمان فريق زد اف سي اللي في المركز الخامس 20 نقطه، كان في تعادل مع فريق سيرس الليان 2-2. مباراه كان فيها تالق كبير جدا لزد في البدايه، ثم طبعا فريق سيرس اللي عاد للمباراة. السكة الحديد وكوكولا مباراة كانت ممتعة جدا. فوز كوكولا 2-1. نعم. وكمان فريق كوكولا اللي اهدر ركلة الجزاء عن طريق حسام عبد الواحد. نعم. طبعا 2-1. واضح النجوم في الثواني الأخيرة بالفعل. كان هدف رضا الويشي. هدف رضا الويشي واحد يعتبر من النجوم. معرفش زيد سابوه ليه. بالفعل رضا الويشي يعني متألق جدا كابتن شوبير. حتى كمان لما كان راح نادي مصر كان عاد. نعم. كابتن سعيد مع فريق نادي مصر، كان سبب في صعودهم. نعم. لما سجل اكتر من هدف في الدور الثاني. كمان ده النجوم هدف من 30 يارد احمد ايمن. وكابتن شوبير هو كان بيلعب مع اسوان. كان معار لنادي اسوان في بدايه الموسم، ثم عاد مره اخرى لفريق نادي النجوم. هدف رائع جدا ومن اجمل اهداف هذه الجوله. نعم. بالفعل كمان نشوف التراجع. كابتن حسن موسى كان راضي على نقطه من التعادل مع فريق جمهوريه شبين. نتائج الجوله كانت جمهوريه شبين مع طنطا تعادل سلبي، فوز الداخليه على الزرقاء 1-0 بهدف احمد العوض من ركله الجزاء، زد اف سي 2-2 مع سيرس الليان، منتخب السويس اتهزم من فريق النصر 3-1. السويس دايما بيبدا كويس بعد كده. توقعناها كابتن شوبير لكابتن ايمن المزين، 2 تعادل وهزيمه، لكن كابتن ايمن المزين بيغيب عنه حوالي 9 لعيبه للاصابات. الترسانه والنجوم، فوز النجوم 2-1، السكه الحديد وكوكولا، فوز كوكولا 2-1. غدا هيكون مباراه المريخ مع القناه، بتروجيت مع بورتو في استكمال الجوله ال 14، مباراه الجوله طبعا ال 15، طنطا مع السكه الحديد، كوكولا مع الترسانه، النجوم مع بتروجيت، بورتو مع المريخ، القناه مع منتخب السويس، النصر مع زد، سيرس مع الداخليه، الزرقاء هيستضيف جمهوريه شبين. وكابتن شوبير بعد خطاب من اتحاد الكوره بضروره تحديد ملعب لفريق نادي الزرقاء، تم تحديد ملعب اهلي فرسكور لنادي الزرقاء. عندهم ملعب وعندهم كل حاجه. طبعا الراجل عمل مدينه كامله سنه. عندهم اكل. قال لي يا ريت عندهم اكل سي فود، ده حاجه عظيمه. طبعا كان مسؤول على موافقات الامنيه لفريق نادي الزرقاء، لكن ملعب اهلي فرسكور. ابو الكرم والله سمير موسى والناس بتاعته. راجل جميل والله. يعني عكس ما يقال على الضمايط والله، كل الكرم، حاجه جميله جدا. وكمان تم تحديد الاسبوع. طبعا مباراة طنطا مع نادي فريق نادي الزرقاء هتكون يوم 3 مارس، مباراة الدور الثاني هتكون 7 مارس، يعني في 4 ايام. يعني ما زنقت الماتشات دي يا جماعة، حرام 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 حرام، عذاب عذاب. في وقت وفي مساحة. عذاب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن. عذاب. ضغط المباريات بسبب كأس مصر كمان هو السبب في ضغط المباريات. لو سريعا طبعا منتخب الجولة، مصطفى عبد الستار حارس مرمى الداخلية، إبراهيم فاضل مدافع طنطا، هارون إسماعيل مدافع الداخلية، محمد عبد الرحمن باك شمال سيرس الليان، أحمد أيمن المتألق باك يمين النجوم، أحمد شيكو سيرس الليان وسط الملعب، محمد يسري كوكولا وسط الملعب، أحمد الشناوي زد اف سي، اسلام الفار جناح، جون افيري طبعا كوكا كولا المهاجم، رضا الويشي كوكا كولا لاعب الجوله، احمد ايمن لاعب النجوم اللي سجل هدفين. نعم. مدرب الجوله الكابتن احمد العجوز المدير الفني لنادي النجوم، افضل بديل رضا الويشي لاعب كوكا كولا وحصد الثلاث نقاط، هداف المجموعه ايهاب فؤاد لاعب الترسانه 6 اهداف.